مستشفى الولادة السويسية الدقيقة الثانية بعد منتصف الليل، هذا أول مولود شاء الله أن يرى النور، لتتوالى بعده بدقائق ثلاث ولادات أخرى. أجواء الفرح وسعادة غمرة الأهالي وهم يستقبلون أبنائهم مع إطلالة 11 من يناير، تاريخ التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال. أنا فرحانة بزاف بهذا المولود الجديد. جيت مع الأخت ديالي هنايا ولات مزيان، كنتمنى لها التوفيق والسعادة بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال. كنتمنى للشعب المغربي التوفيق ومحمد السادس نصره الله السعادة والتوفيق. فرحة الأهالي بالمواليد الجدد شاطرها إياهم الطاقم الطبي الذي أشرف على عمليات الولادة والتي لحسن الحظ مرت في ظروف جيدة. تنتمنى لهاد البنية السعادة وراحة البال والمغاربة كلهم. هم أربعة مواليد إذن استقبلوا الحياة في يوم يصادف ذكرى غالية في التاريخ المغربي، ذكرى تحملهم المسؤولية أكثر من غيرهم حين يكبرون، في أن يدركوا أهميتها حين يكتشفون أن مناسبة الاحتفال بأعياد ميلادهم هي مناسبة وطنية.